السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعات قناة كوزين تيما. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا اللي غادي نقدم لكم فيه بحول الله مجموعة من التطبيقات اللي رسلتوني بها واللي صراحة تشرفت بها وكانت شهادة تقدير ليا. كنبقى نرجع عليها وكنحمد الله ونشكره للثقة اللي وضعته في القناة ديالي والمحبة اللي بيناتنا، وكنتمنى من الله يديم هذه المحبة ويبارك فيها. بالنسبة للكونية راني حيدتها حفاظا على الخصوصيه ديال كل وحده باش ما نديرش لها السميه ديالها كامله في الفيسبوك. السميه اللي راسلتني بها درت لها فقط الاسم الاول او الثاني او الاسم ديال الولد ديالها باش هكذا نحافظ على الخصوصيه ديالكم. وبالنسبه لاي استفسار او اللي بغى يراسلني بالتطبيقات ديالو فاسم المجموعه ديالنا في الفيسبوك هو شاف بيتك مع كويزين تيما. الرابط ديال المجموعه غادي ننزلو لكم في صندوق الوصف. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع التطبيقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.